تغلب المسيحيين عليه، وتقدم قادتهم لدعوى ضده، وقال بعضهم الآخر: إنما يقوله النجار عن السماوات السبع والأرض مثلا إنما جاء في الكتب السماوية الأخرى وليس في القرآن الكريم فقط. نحن نؤمن أن يعني كما ننطلق من الإيمان بالإله الواحد، نؤمن بوحدة رسالة السماء، بالأخوة بين الأنبياء، بالأخوة بين الناس. فإذا بقي في كتابات الأقدمين شيء من الحق القديم يعني نقبله ولا نرفضه، يعني ووروده في القرآن الكريم مزيد من التأكيد على صدق القرآن الكريم، ليس الادعاء بأن القرآن نقل عن هذه الكتب القديمة كما يدعي البعض. ولكن حضرتك شككت بالكتب الأخرى. أنا أقول أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كتابات بشرية عن الوحي القديم، ولكن ليس الوحي أصله. فثابت تاريخا أن توراة موسى عليه السلام فقدت تماما، وأن الخمسة أسفار الأولى من العهد القديم والتي يعتبروها أهل زماننا أنها التوراة كتبت بعد موسى عليه السلام بأكثر من 8 قرون كاملة. ولك أن تتخيل، هل يمكن أن يبقى وحيا سماويا محفوظا مشافهة في عقول وذاكرة الناس 8 قرون كاملة؟ طبعا أنا لست فقيها دكتور زغلول النجار، ولكن أقول لك ما قرأته في نقدك. البعض يقول أنه كما تنتقد هذه الأديان لهذا السبب أنه نقلت شفاهية، فأنه بعض الأحاديث النبوية الشريفة أيضا نقلت شفاهة من شخص إلى آخر إلى آخر إلى آخر، وربما وردت مشوهة. يعني يا أخي الكريم، لكن القرآن الكريم بقي محفوظا في نفس اللغة التي أوحي بها، اللغة العربية. تم جمعه وترتيبه في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حفظ في قلوب الملايين من البشر، يعني مرويا جيلا عن جيل، فلا يمكن أحد يشكك فيه. العهد القديم الآن موجود بلغات غير لغة